السلام عليكم ورحمة الله بداية أحب أشكر مجلس محمد خلف المزروعي على دعوتهم للمركز تقديم أو تسليط الضوء على جهود مركز جمع الماجد في حفظ التراث الإنساني وبالأخص أخص الذكر زميلي جابر ما قصر يعني تعاونوا ويانا ووجه لنا دعوة أن احنا تسلط الضوء على جهود المركز فكل الشكر لاخوي جابر. بدايه أنا احب قبل ما ابدا المحاضره احب يعني هي دردشه يعني احنا ندردش حبيت اعرف يعني اشوف الجمهور عندكم شو تعرفون عن المركز؟ يعني شو سمعتوا عن المركز؟ مجرد حتى اعرف يعني هل المركز وصل الى ابو ظبي ولا بس حدود دبي؟ معروف معروف المركز إيه؟ معروف الحمد لله إيه؟ بمد الايدي الحمد لله الحمد لله احنا راح نتكلم الحين بشكل موسع عن عن جهود المركز بس قبل ما نتكلم عن المركز احب اول شيء اتكلم عن مؤسس المركز اللي هو سعاده جمع الماجد يمكن كثير منكم يعرف سعاده جمع الماجد انه رجل اعمال مثل حاله حال التجار اللي تعرفونهم ولكن سعاده جمع الماجد ركز غير التجار ركز كثير على موضوع الثقافه موضوع التعليم فاسس مؤسسات خيريه تقريبا اربع مؤسسات خيريه في الدوله ومعروفه اول مؤسسه اللي هي مركز جمع الماجن للثقافه والتراث والمؤسسه الاخرى اللي هي مؤسسه جمعيه بيت الخير اذا سمعتوا فيها وايضا اسس جامعه او كليه اللي هي كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه والمدارس الاهليه الخيريه. هذه اربع مؤسسات قام ببنائها خدمه للمجتمع حتى يستفيدون، وطبعا وراء كل مؤسسه قدمها او بناء او اسس هذه المؤسسه يعني خلفها قصه فراح نتكلم عن كل مؤسسة من المؤسسات لو بدينا نتكلم على أول المدارس الأهلية الخيرية المدارس الأهلية الخيرية تأسست عام 1983 في 1983 سعادة جمعة الماجد تنبه أن المجلس التعاون الخليجي اتخذ قرار في ذاك الوقت لانخفاض سعر برميل النفط إلى 7 دولار فلقى أن كثير من ابناء الوافدين خاصه اللي يشتغلون في القطاع الخاص تم منعهم من دخول المدارس الحكوميه طبعا هذا كان على مستوى مجلس التعاون الخليجي فهنا تنبه للموضوع هذا خاصه ان القرار هذا جاء في شهر تسعة وبدايه العام الدراسي فتنبه للموضوع هذا وبادر بانه يستاجر مدرسه مدرسة في دبي وعمل لها صيانة خذها من الوزارة وعمل لها صيانة وقام طبعا بدعوة الأهالي إلى الالتحاق بهذه المدارس ففي البداية كانت الفترة المسائية لأنه أخذ أيضا كان كان يحتاج لمدرسين وخاطب الوزارة حتى وافقوا له أن يفرغوا كثير من المدرسين أنهم درسوا الفترة المسائية وبدأ هذا المشروع وما كانوا متقبلين فكرة الأهالي إلى أن استوعبوا الفكرة هذه وبعدها قام ببناء مدرسه في 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 منطقه في دبي اسمها القرهود والحين الحمد لله المدارس الليل الخيرية من 1983 إلى إلى اليوم هذا فيها 11 ألف طالب وطالبة وصراحة كل سنة يطلعوا من الأوائل على الدولة فهذا هذا هذه كانت طبعا المدارس إلين تقريبا التسعينات كانت مجان التعليم مجان والمواصلات مجانية الى ان صار ضغط عليها فخلاها بسعر رمزي يعني تتكلم على 3000 في السنه وين تحصلوا الحين مدارس <applause> هذه مفتوحه للكل حتى ان فتحها ايضا للاسيويين اللي يحب يتعلم اللغه العربيه فتحها للكل لابناء الدوله وايضا الوافدين لكن اكثر شيء على منهج الوزاره نعم هذه هي قصه المدارس الاهليه الخيريه كلية الدراسات العربية والإسلامية طبعا في سنة 87 مثل ما تعرفون ما في ذاك الوقت ما في غير جامعة العين وسكان الإمارات الشمالية خاصة الطالبات كانوا بس يخلصون الثانوي ويلا تدور لها معرس وتعرس وخلاص فلنا يخافون على يخافون على بناتهم ان يعني تروح العين تعرفوا بحكم العادات والتقاليد فوحده يعني خاطبت يعني جمع المواجد عرفت انه محب للثقافه فطلبت منه انه يكون له مبادره في الموضوع هذا فبادر واسس كليه الدراسات الإسلامية العرب وخصصها فقط للاناث. وبدا هذا المشروع واخذت الاعتراف من الازهر الشريف دراسه لغه عربيه وشريعه اسلاميه. والحين فيها 3000 طالبه يدرسون فيها طبعا لين فتره من فتره الشباب زعلوا وقالوا احنا بعد نبى يكون لنا دور في هذا فافتحها لهم في الفتره المسائيه يعني الصبح الإناث والمساء والمساء الشباب والدراسه فيها مجانا ومعترف فيها مثل ما قلت لكم الازهر ومعترف فيها على مستوى وزاره التعليم العالي هنا في الدوله والحمد لله بدا هذا المشروع الى يومكم هذا في عام الخير العام اللي طاف فتحها ايضا الى ابناء الدول العربيه ان يلتحقون فيها. وهذه الحين الحمد لله تلاقي يعني كثير من المسؤولين والقاده درسوا فيها واصبحوا يعني ما شاء الله في مناصب، هاي بالنسبه لكل الدراسات العربيه والاسلاميه. طبعا جمعيه بيت الخير في عام 1990 وجد جمع الماجد ان كثير من الاسر المتعففه في دوله الامارات ايضا تحتاج الى مساعدات فحصرها لقاها وصلت الى 5000 اسره. فبادر هو بالفكرة هذه مع مجموعة من التجار ووضعوا زكواتهم طبعا في في هذه الجمعيه وهذه الجمعيه من الامارات والى الامارات يعني حصرا لابناء الـ الـ الامارات وايضا في الفتره الاخيره تم فتح المساعدات بالنسبه لابناء المقيمين. بالنسبه للمركز اللي احنا نتكلم فيه وهو المركز اللي اخذ دور فيه بشكل اوسع <applause> عليكم السلام ورحمه الله. المركز طبعا كان جمع الماجد مثل ما تعرفون كرجل اعلام كان يسافر الى كثير من الدول الاوروبيه ويلتقي بكثير من المغتربين العرب اللي يدرسون هناك فكان يسالهم اثناء زياراته ان تحصلون مراجع في منهم يقول لا في شح في المصادر خاصه المخطوطه المخطوطات هذه اللي عمرها مثل ما تعرفون مئات السنين صعب المكتبات الاوروبيه او العربيه مرات انها تقدمها للباحث فكان يسالهم فيخبروه انه لا احنا نعاني من الموضوع هذا ما في مراجع ما في مصادر من هنا خذ على عاتق الدور هذا وقام بتاسيس يته فكره تاسيس مركز بحيث انه يكون دور المركز هذا جمع المخطوطات حول العالم هذا كله تكون هني في, في الامارات بحيث ان الباحث بدل ما يسافر على دول اوروبا او بعض الدول العربيه اللي فيها هذه لا يحصل على صوره من عندهم صوره من المخطوطه هذه ويباع الامارات تكون له اسهل في التعامل بكل يسر وبالفعل بدا بالدور هذا والحمد لله من سنه 1991 تاسس المركز الى يومكم هذا تقريبا الحين وصلنا 27 سنه والمركز في عطائه واخذ صيته يعني العالمي. هذه كانت يعني نبذه عن عن شخصيه جمع الماجد حبيت يعني اطلعكم عليها حياكم الله. الله طبعا احنا في مركز جمع الماجد لنا اهداف ولنا رؤيه ولنا رساله الهدف الاساسي هو من 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 موضوع جمع التراث هذا كله مثل ما ذكرتكم هو توفير الماده هذه سواء الكتاب او المخطوطه الورقيه للباحث أن يستفيد منها. ما 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 يتعنى، يعني بدل ما يسافر الكتاب بدل ما يسافر الباحث للكتاب، لا اصبح جمع الماجد يخلي الكتاب وهو يسافر له عن طريق ارسال نسخه الكترونيه له في اي دوله كانت. يعني مجرد ان الباحث او الدارس يطرشنا رساله لو سمحتوا انا عندي بحث في الموضوع الفلاني في العلوم او في الطب او الهندسه. طرشنا رساله الكترونيه توصل للموظف اللي عندنا على طول يبادر بانه يوفر له المخطوطه هذه او الكتاب اللي مذكور ويطرش له بـ بـ على رابط الكتروني وينزلها وتكون المخطوطه عنده. فهذا السعي اللي يقوم فيه والهدف اللي يقوم فيه المركز. راح نتكلم على شو مقتنيات المركز، شو يمتلك المركز من امكانيات. هو بالاساس المركز بدا كمكتبه. فلو تكلمنا على على كمية كعناوين المكتبة اللي عندنا وصلت إلى 400000 ألف عنوان كتاب واقع مليون وثمانمائة ألف نسخة كتاب مثل ما تعرفون الكتاب فيه عدة نسخ عدة أجزاء فوصل التوتل إلى مليون وثمانمائة ألف نسخة كتاب موجودة في المركز وحب أقول لكم أن التميز في مكتبة جمع الماجد هي في المكتبات الخاصة مكتبات الخاصه يعني شو معنى مكتبه خاصه يمكن تعرفون يعني حد اكيد فيكم عنده مكتبه خاصه في البيت فهو يحرص على اقتناء نوادر نوادر الكتب فما بالكم في الادباء والمثقفين في كثير من الدول العربيه فهذه النوعيه من الادباء يحرصون على توفير نوادر الكتب فالمركز قام بشراء هذه المكتبات او عن طريق العلاقات وجهناهم اذا حب يتبرع فيها او يهديها نحن ناخذها ونسوي لها صيانة عن وتكون عندنا في المركز وبكل سهولة يستلمها الباحث أو يستفيد منها ف400 ألف عنوان كتاب أيضا الرسائل العلمية أو الرسائل الجامعية اللي تعرفوها بعد الماستر والدكتوراه أيضا وصلت إلى 20 ألف رسالة جامعية 7000 عنوان دورية نقصد في الدوريات هي المجلات والجرائد اللي تعرفوها أنتو هذه وصل إلى 7000 عنوان ونتكلم على الدوريات القديمه اللي توقف اصدارها ايضا متوفره في المركز. بالنسبه للمخطوطات الاصليه وصلت الى 17 ألف مخطوطه اصليه موجوده في المركز. أه للصور صور المخطوطات ادت ال 800 ألف مخطوطه وهذا رقم ما في اي مكتبه عربيه على مستوى صراحه الشرق الاوسط وعلى مستوى العالم العربي وصلت له الا مركز جمع الماجد. زين الحين احنا ممكن تتساءلون انتم تخبروني يعني كيف وصلتوا لهذا الكم من من المخطوطات؟ لانه مو بسهوله فراح نستعرض وياكم الجهود اللي قمنا فيها. قبل ما ندخل بس بنتعرج على الاقسام اقسام المركز بشكل سريع حتى تعرفون المكان هذا في قسم المخطوطات معني بجمع وفهرست المخطوطات، في قسم الترميم وصيانه الكتب ايضا هذا موجود في ايضا قسم الفهرسه والتصنيف والعلاقات العامه والثقافه الوطنيه جمع الماجد طبعا قسم الثقافه الوطنيه اولى له اهتمام كبير فاسس له مكتبه خاصه نجمع فيها كل ما كتب عن دوله الامارات سواء كانت وثيقه او كتاب او مخطوط المركز مهمته تحري وين في هذا الكتاب او المخطوط والحصول على نسخه منه بحيث يكون مرجع الاول الباحث اذا حب عنده بحث ومن فتره يعني جاتنا مؤسسه تبغى تسوي مشروع عن الشيخ زايد الله يرحمه ويونا وخذوا مصادر منا حتى وكثير من الكتب كانت موجوده حتى يعني يشتغلون على المشروع هذا والكتاب هذا اللي راح يطلق ان شاء الله في 2018. الدراسات والنشر نحن دار نشر ننشر كتب اصداراتنا علميه تراثيه. خدمات المستفيدين نقصد فيها المكتبه، زين كل قسم يقوم بدوره اول شيء قسم المخطوطات قسم المخطوطات مهمه الحين احنا لما نسافر لاي دوله نقتني هذا هذه المخطوطه مهمه القسم يعمل له فهرس عنوان مؤلف ويرفعها على الموقع الالكتروني بحيث ان اي شخص منكم يذهب ويبحث كباحث عن الموضوع الفلاني يحصل تفاصيله فيكون هذا هو الموضوع اللي يباه راح نستعرض نماذج من المخطوطات يمكن انتم شفتوها برا لكن ما في مشكله ان نستعرض بعض المخطوطات. هذه مخطوطه مثل ما تشوفونها مخطوطه في مصحف، هذا مصحف شريف ايضا موجود في مركز جمع الماجد. لاحظوا جماليه المصحف هذا، هذا مصحف مخطوط بخط اليد عمره اكثر من 300 سنه. لو تلاحظون الزخارف اللي عليه الفن الزخرف كم 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 استغرق الشخص هذا في في بس هالورقه حتى يعني يخطها بخط ايده فهني جمع الماجد تنبه ان الدور دورنا احنا كمركز لازم نقوم بالحفاظ على هذا التراث. هذه من المخطوطات اللي تم عرضها برا في الطب وهذه ايضا مخطوطات في الكيمياء والفيزياء وهذه ايضا في الجغرافيا وهذه في الفلك الصيدله ايضا مخطوطات فارسيه متوفره هذه مخطوطه ايضا في صناعه الاسلحه قديما وهذه مخطوطه في الانساب نتكلم على تقريبا مثل ما ذكرت لكم بحدود المليون مخطوطه مصوره موجوده في المركز زين الحين احنا شو شو الدور اللي قمنا فيه حتى نحافظ على هذا التراث اسسنا اسسنا مصنع متكامل في ترميم وصيانه الكتب والمخطوطات موجود في المركز هذا المصنع مهمته مثل ما تعرفون انتم صيانه المباني احنا عملنا هو صيانه هذه الكتب لو حد عندكم عنده كتاب وتعرض للتلف او الرمه بدات تشتغل فيه او البكتيريا او الفطريات بدات تشتغل لازم يكون في مرجع في مكان يقوم بالحفاظ على الكتب فالمركز موجود مثل ما ذكرت فيه تقريبا اكثر من 30 موظف يقوم بعمل صيانه وترميم لهذه الكتب والمخطوطات باسلوب علمي. طبعا كل الاجهزه اللي بتشوفوها الحين اللي, تشوفوها في التلفزيون كلها اجهزه من تصنيع مركز جمع الماجل للثقافه والتراث. هذه الاجهزه نهديها لدول اكثر من 33 وثلاث وثلاث دوله تم اهداها هالاجهزه والاهداء يكون بالمجان، خذوا سووا صيانه لمخطوطاتكم واعطونا صوره بحيث تكون نسخه في الامارات موجوده. تبدا هذه هذه عمليه التعقيم اللي يقوم فيها الموظف اول مرحله هي كيميائي يضع ماده تقتل كل شيء يعيش على هذه الكتب. بعدين ينظفها من الغبره والاوساخ والفضلات اللي موجوده. بعد ذلك يقوم بعمليه الاصلاح او الترميم والصيانه مثل ما تشوفون. وهناك نوعين من الصيانة والإصلاح يا أما بترميم يدوي للحالات البسيطة خاصة إذا كان مصحف أنت المصحف هذا محتاج تتأنف في التعامل معه فنقوم بعمل صيانة له بترميم يدوي والترميم الآلي للحالات الصعبة اللي تكون الرمة ماكلة الورقة كلها فهذا ما نقدر نشتغل فيه لأنه يأخذ منه وقت وجهد يعني الصفحة ممكن تأخذ ثلاث ساعات حتى نعمل عملية صيانة وترميم فالمركز عن طريق الجهاز هذا اللي تشوفونه اختصر المدة من ثلاث ساعات لصفحه واحده الى 12 صفحه في خلال دقيقتين. فوفرنا وقت ووفرنا جهد. هذه ايضا بعض الاجهزه اللي المركز قام بتصنيعها وعلى فكره يعني المركز حصل على في اوائل الامارات قبل سنتين و 2015 على تم تكريم سعارة جمع الماجد في اوائل الامارات حصوله على اكبر اول مركز اماراتي عالمي في في ترميم المخطوطات. هذه هذه هذا التدعيم اللي يصير لان بعض الاوراق تتكسر فمحتاج جهاز يقوم بعمليه تدعيم حراري للاوراق هذه، ايضا المركز يوفر الموضوع هذا فالحين راح تشوفون بعينكم نفس الاصابه، نفس التلف بعد عمل الصيانه والترميم له كيف كيف استوى؟ هذا قبل الترميم لاحظوا بعد الترميم ايش صارت ال... والصيانه نفس نفس الاصابه. هذه وثيقه اللي عنده وثيقه او شيء يعني تهتري على خاصه احنا جونا هنا في الامارات جو رطوبه وحر فمن تحطها في مكان تلاقيها خلاص يعني بدات تشتغل عليها الرمه، ايضا المركز قام بعمليه الصيانه لها فاصبحت بالشكل اللي تشوفونه. هني يعني الفطريات اللي تكون على ال... نستخدم بعض المواد الكيمائيه الغير مضره للورقه فنظفها فتصبح بالشكل اللي تشوفونه. هذا اللي يتكلم عليها الرمة، الرمة اللي تأكل الورقة كلها تشتغل فيها، فعن طريق الجهاز اللي ذكرتكم إياه بالطريقة هذه ترجع الورقة. إيه نفس الورقة. نفس الورقة مو فوتوشوب هذا. لأ. لا 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 نفس إحنا مهمتنا الفراغات اللي تشوفها إيه؟ نرد نعبيها بورق ورق طبيعي طبعاً ما في أي مواد كيميائية حتى يعيش معك فترة أطول خالص من بعض النباتات وساف النخيل والخيش هذه نصنعها من هالنوعية. هذا العفن اللي يصيب بعض الكتب نتيجه الرطوبه هني يعني بعد ترميم هذا تكسر في الاوراق تخيلوا وثيقه مثل هذه مهترئه بالطريقه اللي تشوفونها طبعا بعد عمليه الصيانه ردت بالشكل اللي تشوفونه. ما تفترض بعض الكلمات؟ حلو هذا السؤال حلو اذا اه اذا كان حرف او كلمه نقصت في الوثيقه او المخطوطه احنا مش معنيين بان احنا نكتب هذه لان احنا في طيب اذا اذا كتبنا اي حرف نعتبر مزورين في الوثيقه واللي يشتغلون في الوثائق يعرفون هذا الموضوع هذا احنا مهمتنا بس الفراغات نحافظ ونعمل صيانه للوثيقه عندنا مهمه اخرى في عمليه تحقيق المخطوطات وموظفين هم يشتغلون على توفير اذا كانت في نسخه اخرى اذا في نسخه اخرى واضحه ومهمتهم ان يوفرون النسخه هذه هاي قبل وهذا بعد هذه مقارنه قبل وبعد طبعا بعد ما يعني فكينا المخطوط ورقه ورقه سوينا له ترميم سواء يدوي او الي ردينا نخيط المخطوط خياطه يدويه واخر مرحله اللي هي مرحله التجليد وضع الغلاف المناسب للمخطوطه هذه غلاف مناسب بمعنى لا يمكن ان تكون مخطوطه من العصر الرومي او من العصر العثماني او من العصر المملوكي ونضع له غلاف يعني جديد لازم نضع له غلاف يرجع الى تاريخ عصره حتى نحافظ على تاريخ هذه المخطوطه. هل تقومون بتصميم الغلاف؟ نعم نحن نقوم بالتصميم يبقى علينا موضوع شو؟ موضوع الختم. يعني مثلا هذا الغلاف اللي اللي تشوفونه الغلاف اللي قبله هذا عثماني، عثماني احنا عندنا اطلاع ونزور بعض المؤسسات ناخذ الختم هذا وعندنا في قسم التجليد يصنعون له نفس الغلاف اللي كان قبل، واذا كان الغلاف الاصلي موجود نبقيه كما هو. اخر شيء يحفظ في هذا خزانه هذه بتكييف يكون 24 ساعه وبعيد عن الغبره والاوساخ. طبعا الحين المركز وين وصل؟ او وين جهود المركز؟ وين و... احنا نتكلم الحين على شو سوى المركز، لكن الان المركز جهوده وين وصلت؟ العالمية راح نشوف وين وصل احنا انتشرنا في اكثر من مثل ما ذكرتكم اكثر من 30 دولة من الدول اللي فيها الكم من الكتب والمخطوطات هذه فكان لنا تعاون طبعا مع مصر بحكم مصر انها هي في الرياده في موضوع المكتبات وموضوع دوله مثل ما تعرفون تاريخيه فتعاوننا ويا الازهر الشريف وقمنا باهداهم معمل ترميم مخطوطات وراح المندوب عندنا واسس لهم هذا المعمل وطلبنا منهم صوره صوره بس من المخطوطات العلميه اللي عندهم هذا هو بحيث ان نسخه مثل ما ذكرتكم في الامارات تكون موجوده يستفيد منها كيف نعم واصبحت متوفره واي حد يحاب انه يبحث في مخطوطه عن الازهر متاحه وممكن يصورها ويشتغل فيها في بحثه كل الكتب الموجوده نعم المخطوطات بس تخيلوا موريتانيا اشتغلنا فيها وموريتانيا هذه يعني جهد المركز خاصة في غرب أفريقيا جهد يعني مش 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 سهل يعني يعني موريتانيا اشتغلنا أسسنا مختبر لترميم المخطوطات في في مدينة عندهم اسمها تشيت تشيت هذه تبعد عن نواكشوط 700 كيلو هذه المدينة ما فيها يعني يوم 700 كيلو وتسافر لها يعني بصعوبة يعني استخدم يعني الموظف اللي عندنا يقول لي والله تعبنا حتى الدابة يعني استخدمناها حتى نوصل للذيك ما في طرق اي والله ما في طرق صدق والله ما في طرق تتكلم هذا الموضوع عن التسعينات احنا اشتغلنا فيها ما فيها طرق وما فيها كهرب المدينة هذه وأهلها هجروها بقت 1300 عائلة موجودة بس فيها لكن شو فيها هالمدينة فيها كم من المخطوطات هائل وبعد التحري عرفنا ان هذه المدينه عندها هالكم من المخطوطات فواجب علينا ان احنا نذهب ونقتني صور من المخطوطات ونساعدهم على حفظ مخطوطات ويوم رحنا عندهم ما حد يتعاونوا يتعاون ويانا في البدايه لين ما يعني تم بالاقناع اقنعنا الاهالي ان لا تخافون احنا بنسوي لكم مكتبه مكتبات داخل هذا بحيث ان كل واحد عنده مفتاحه بس خلونا نحافظ على هالمخطوط ونقوم بتصويره وترميمه وصيانته حتى ما يضيع هذا التراث وبالفعل وافقوا بهال يعني بالتفكير هذا وافقوا وصورنا كل المخطوطات اللي عندهم وحافظنا على مخطوطاتهم واسسنا لهم هذا المركز اللي تشوفوه مالي جمهورية مالي مثل ما تعرفون جمهورية صارت فيها اضطرابات يعني بالفتره وانقلابات عسكريه قبل الانقلاب تعاوننا رحنا على مدينة مدينة اسمها تمبكتو تمبكتو هذه من أقدم المدن اللي كانت فيها الحضارات الإسلامية فيها هذه المدينة غنية بكثير من من الكم من المخطوطات فبعد إحنا نطرش مندوبينا يتحرى وين فيه هذا الكم من المخطوطات ونبدأ عملية الشغل فبعد التواصل عرفنا أن المدينة هذه تحتوي على أكثر يعني من أربعين ألف مخطوطة فعلى طول يعني ودينا وتعاون عندهم مركزين مركز اسمه ماما حيدره ومركز اسمه احمد بابا هذه الاسماء اللي عندهم فتواصلنا اول شيء مع مركز ماما حيدره هذا الكلام في تقريبا 2006 وتعاونوا ويانا وصورنا المخطوطات اللي عندهم واهديناهم نسخه احنا صورنا لهم انشانا لهم مختبر تصوير صورنا لهم وردينا لهم المخطوطات يعني لا الاصل ما نشل لا احنا احنا اول شيء ما ما حد يعطيك الاصل وثاني شيء لازم تكون صادق وياهم ان الاصل خله عندكم حتى يسمحوا لك بالتصوير اخذنا كوبي بس احنا احنا ما نهتم بالاصل كثر ما نهتم بالنسخه الورقيه الالكترونيه هذه تم تصويرها وان شاء الله مختبر رقمي لصيانه المخطوطات اللي عندهم بعدين اشتغلنا رحنا على مركز احمد بابا اللي عندهم لكن المركز هذا رفض التعاون ويانا وقال انتم مركز خاص وياي من الخليج وعندكم بيزات يعني وتحرون هذا فكانت الفكره مشكلتنا يعني لما تصير وتتكلم انه بمركز خاص ياخذون انه ممكن انت جاي تاخذ منهم هالمخطوطات مع احنا ندور على صوره للمخطوطات فايصال الفكره صعبه تحتاج الى جهد في انك تقنع الشخص هذا فبعد حاولنا وياهم رفضوا لما صارت في سنه 2012 عندهم المشاكل الاضطرابات اللي دخلوا عندهم يعني صار انقلاب عندهم وهذا دخلوا عصابات عندهم وحرقوا جزء من هذا المعهد وحرقوا كثير من المخطوطات اللي عندهم. هني المدير المدير هذا تنبه للموضوع هذا، فجمع الماجد رد مره ثانيه واتصل فيه قال له اباك تيني دبي. فيوم في ياه دبي قال له شو يعني الحين شو بتسوي انت في المخطوطات اللي عندك هذه؟ انحرق منها والله اعلم شو اللي بيصير في الب... قال هذه المخطوطات احنا حطيناهم مع الاهالي موجوده الان مع الاهالي قال لي هذا مو بكفايه ممكن يدخلون الاهالي وياخذوا هالمخطوطات تتكلم على المخطوطات يعني عمرها الاف السنين فقال طيب شو الحل؟ قال اباك تنقلها شو من العاصمه؟ العاصمه اسمها باماكو فاباك تنقلها للعاصمه باماكو هذه فذكر له انه ما عندي الامكانيات الماديه اني قال له ما عليك الامكانيات، وزوده بمبلغ حتى ينقل هذا الكم من المخطوطات والتراث الى، ونقل بالفعل وقام جمعه الماج مش بس بالدور هذا، التعاون مع مؤسسات عالميه عن طريق علاقاته، لان هذا جهد كبير. فتعاون مع مؤسسات كبيره في امريكا وفي كندا، سوى مؤتمر وعرض المشاكل اللي تعانيها وتم الان انشاء اكبر مختبر لتصوير المخطوطات والان شغالين على تصوير المخطوطات وتم نقل جميع جميع المخطوطات الى العاصمه والحمد لله الحين في مامن والامور استقرت. فلما طبعا الرئيس المالي من تقريبا من من سنه افتتح هنا في ابو ظبي السفاره استدعى جمع الماجد وشكره وقال مشكور على الدور اللي قدمته قال له انا اتمنى ان ما تردونها الى الى الا بعد ما تصور كاملة فقال إن شاء الله خير والحمد لله يعني تم حفظ هذا فهذه جهود المركز يعني في أفريقيا وأنتم تعرفون يعني مو بسهولة إقناع الإقناع هذه نماذج من دورنا اللي قمنا فيه هذه نماذج من الجهاز اللي تم إهداها لهم وهذا مندوبنا وهو يدربهم يعني إحنا ما نقوم بس بعملية إنه خلاص ودينا لهم أجهزة وبس لا نطرش مندوبنا يدربهم واحيانا نقيم دوره عالميه في ترميم المخطوطات ونجيبهم على حسابنا كل التكلفه تكون على حساب المركز ويدربون عليها، فهذا اثناء زيارتهم وهذا المختبر اللي اسسناه لهم. هذا المندوب هو يستعرض ويشوف شو المخطوطات الصالحه اللي ممكن المركز يعني يصور منها. هذا طبعا المدير احمد ابابا اللي رفض في البدايه يوم قام يشوف المخطوطات بالطريقه هاي ما تشوفوا حطها كلها في في, في في الصناديق اللي تشوفونها. وهذه بعد تعبئه الصناديق وطبعا ونقلها الى العاصمه. هذه باللغه العربيه. احنا معنيين بتوفير يعني المخطوطات العربيه بالدرجه الاولى. لأنها قلت لك يعني كانت من أقدم العواصم الإسلامية، مو حضارة إسلامية طبعاً وكان فيها علماء وكان فيها أصول عربية كثير، فخطوا مخطوطات عربية. والله ما يحضرني بصراحة أي حضارة. كانت مملكة نعم نعم نعم. هذا المختبر اللي قمناه مختبر التصوير الرقمي اللي تشوفونه. طبعا اشتغلنا في الاردن هذا مركز توثيق الملكي اشتغلنا في سوريا بعد سوريا بعد لها قصه سوريا سنه 2007 كانت عندهم مكتبه اسمها المكتبه الوقفيه في حلب المكتبه هذه عندها كثير من كم المخطوطات فاشتغلنا وياهم صورنا مخطوطاتهم وكان عندهم مصحف مملوكي من القرن الخامس فحجمه كبير يعني مترين في متر وطلبوا منا يعني فكروا في مركز وطلبوا منا ان احنا نتحاون وياهم فجمع الماجد تكفل بنقل ال يعني على طيارة الخاصه قال انقلوا لي هذا المصحف وانا حاضر اني ارمم لكم واسوي لكم صيانه واشتغلنا على المصحف هذا تقريبا لنا اه اشتغلوه ترميم يدوي اشتغلوه تقريبا بحدود الستة اشهر الى ان اكتمل المصحف هذا ورمموه الحمد لله يعني ان احنا صورنا هذا المصحف لان يوم رديناه بعد المشاكل في سوريا سمعنا ان المكتبه هذه احترقت. هذا الشيء اللي كنت بسالك عنه. إيه احنا صورنا تخيلوا صورنا الكتب وصورنا المخطوطات اللي عندهم فجمع الماجد يعني سمع انها احترقت فقال بعد ما تستقر الاوضاع في سوريا نحن حاضرين نوفر او نزودهم بنسخه الكترونيه. يعني لا, لا الاصل احنا سمعنا انه صارت اكيد في كثير فقدوا. وفي شلوها الاهالي بس معنا يعني احترق جزء كبير منها لكن انت من تصور اي كتاب او اي مخطوطه انت حفظته فالحمد لله ان يعني صارت نسخه موجوده عندنا. طبعا هني في تركيا هذا شرق طاجاكستان اشتغلنا وياهم في لبنان وهذه الدول اللي وصل فيها المركز اكثر من 33 دوله على مستوى العالم. طبعا المركز احب اخبركم انه يقيم العديد من الدورات التدريبيه بالمجان. ومجرد انك تدخل على الويب سايت الخاص بالمركز وتسجل اسمك على طول يجينا الداتا ويصير في تواصل بيننا وبينك وقت اعلان الدوره حياك نقدم لك شهاده شهاده فري والدوره فري وامورك طيبه. والدورات اللي عندنا عندنا نوعين من الدورات، دورات تخصصيه اللي هي في مثلا في الفهرسة والتصنيف المكتبات أو في ترميم المخطوطات وأن أو في الأرشف الإلكتروني فأن دورات التنمية البشرية وتنمية الذات اللي تعرفونها أنتم في المؤسسات الحكومية تطلب يعني تنمية الذات في الأمور هذه أيضا يقدمها المركز بالمجان. أخيرا إصداراتنا وصلت إلى 121 كتاب تم إصداره في شتى العلوم. وهذه مجلتنا العلمية أفاق الثقافة والتراث محكمة وصلنا لعدد المئة فيها قسم الثقافة الوطنية هذا هو القسم اللي مهمته يعني إقامة الدورات والمحاضرات والتواصل مع الجمهور هذه قاعة المراجع أو المكتبة مفتوحة من ثمان لين سبعة ونص من السبت للخميس أي حد من الجمهور ممكن التواصل الإلكتروني مع المركز ما في مشكلة يعني نراعي موضوع البعد والمسافة هذه والزحمة أخيراً من المشاريع اللي أقامها المركز اللي هو مشروع مهرجان كتاب المستعمل ممكن سمعتوا في ما إذا في أبو استوى هذا المشروع هذا إيه استوى في الشارجة وإحنا في دبي أقمنا هذا المشروع يمعنا من الأهالي اللي عنده كتاب خلاص يعني خلاص من قراءته ممكن يتبرع فيه للمركز وأيضاً مؤسسات ومدارس كثيرة ساهمت ويانا وقمنا هذا المشروع وعدنا يعني بيع الكتاب هذا من درهم الى خمس دراهم وراح الريع الجمعيه خيريه. هذا هذا هو المخطوط اللي ذكرتكم عليه المخطوط المملوكي المصحف اللي ذكرتكم اياه من مكتبة الوقفيه هذا بعد يانا يعني بالطريقه هذه اللي تشوفونها مهترئ وتم ترميمه وارجاعه بالطريقه اللي تشوفونها. تم تصميم الاغلاف واصبح بهذا الشكل. اخر شيء هذا الويب سايت الخاص بالمركز. طبعا هذه الصوره في ديسمبر الماضي اوائل الامارات تم تكريم جمع الماجد لنا من رجال خير اللي بنوا مؤسسات تعليميه وثقافيه. هذا هو سلامتكم. الله يسلمكم في